مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. هنفضل دايما في استوديو الشارع، نسعى لبث الطاقات الايجابيه من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسه على الارض. قانون الجمارك الجديد، هذا القانون اللي الحقيقه هنشوف تاثيره بشكل كبير خلال الفتره القادمه. خلينا نقول انه القانون رقم 207 لسنه 2020، واللي الحقيقه تم التصديق، صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون. بالتاكيد تاثير هذا القانون هنشوفه بشكل كبير على الاستثمار وعلى الاقتصاد المصري خلال الشهور والسنوات القادمه. كنا ماشيين بإيه طول حياتنا؟ كنا ماشيين بالقانون رقم 66 لسنة 1963 اللي كان ليه ما ليه وعليه ما عليه، لكن بالتأكيد هذا القانون هيأثر بشكل كبير في، مش عايزين نقول دايما القضاء على الفساد، لكن هيأثر بشكل كبير في هذا المجال، وهيأثر كمان بشكل كبير على السهولة للمستثمرين. خلينا نكمل عن مميزات وعيوب هذا القانون من خلال ضيوفنا. برحب بحضرتك الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وكيل اول وزاره التجاره والصناعه، الخبير الاقتصادي. شرفنا ونورنا يا دكتور، اهلا بحضرتك. وبرحب بحضرتك الدكتور علاء العناني، محكم وخبير في دراسات العقود الاداريه. شرفنا ونورنا يا دكتور. انا عايز ابتدي مع حضرتك دكتور عبد النبي، وبالتاكيد هذا القانون زي قوانين كتير كنا مستنيينها خلال الفترة الماضية وخلال السنوات الماضية بيظهر عشان يصلح عيوب كثيرة. يعني خلينا نقول جزء مهم جدا من أهمية هذا القانون أو بعض القوانين التي ظهرت بالفعل في عام 2020. كويس. المهم في هذه القوانين إن هو حولنا إلى ما يسمى بالقواعد القانونية الراسخة للتعامل. مشكلة القوانين القديمة خاصة بس كنا بنتكلم على قانون الجمارك، ان احنا كنا بنتعامل اكثر مع قرارات، يعني كان عندنا قانون ولو بنود، لكن تدخل عليه مجموعة كبيرة من التغيرات. لما كانت بتحصل مشكلة كان سواء بقى المستثمر او المستورد، سواء كان مستورد لسلع للاستهلاك او لسلع مستلزمات انتاج، ما كانش بيبقى عنده استعداد ان هو يروح للمحاكم او يروح للتحكيم من اجل الحصول على حقه، لان في الاول وفي الاخر موظف الجمارك لن يفرج عن السلعة الا بقرار من رئيسه، ويبقى هنا القرار بيبقى اقوى من القانون. يعني يبقى عندما يكون القرار من رئيسه رئيسه المباشر. يعني حتى لو انت ما جبت له بقى، حتى لو جبت له سيستم من الوزير، هو مستني رئيسه اللي هو رئيسه المباشر ده يقول له اه او لا، بحيث ان هي المسؤوليه تبقى موجوده عليه. يعني حتى لو جبت له قرار وزاري في ايدك كده، ما دام هذا القرار لم يصل اليه عن طريق التسلسل الرسمي لن يعترف به. النهارده بقى بنقول ايه اهميه القانون؟ انه لغى مساله ان الاعتماد في التنفيذ على القرارات. فطب ايه بقى المشكله انك انت تبقى بتنفذ في الجمارك على القرارات؟ ان النهارده انت ممكن تبقى بتتحدث عن في قرار باعفاء سلعه معينه لان احنا السوق محتاجه. يعني انا مش عايزين مثلا نقول ان في بعض الاوقات يبقى عندك مشكله في الدقيق، فيبقى عندك مثلا عندي المرونه ان انا افرج عن السلعه كويس، فيبدا المستورد يبدا يتعاقد لما تيجي الشحنات، قبل ما تيجي يقول لك لا والله ده احنا صحيح يعني بنفرج عن شحنات القمح والدقيق، لكن طبقا لاشتراطات معينه ان تبقى نسبه الرطوبه طب يا سيدي ما وصلناش للي احنا عايزينه، وبل بالعكس بقى اضعنا سواء على البلد على الدوله اللي هي محتاجه وما حلناش الازمه اللي احنا عايزينها، او حتى على المستثمر او المستورد الذي ضاعت عليه امواله. من هنا بقى ده اهميه القانون، انه بياتي القانون لاجل ان يكون في قواعد واضحه. انت بتتكلم على قانون الجمارك سنه 63، يعني صعب جدا ان احنا نقبل عليه في ظل كل التطورات التي حدثت وفي ظل الانفتاح وفي التكنولوجيا وفي غيره. يعني النهارده لما نيجي نقول ان المعاينه، يعني يجب ان يكون لديك اعتراف بان التكنولوجيا موجود. ان اردت ان يكون لديك قرار فالقرار يعمم من خلال تكنولوجيا، مش اروح ادور عليه. ده هنا انا في اعتقادي ان الاهميه لقانون الجمارك على وجه الخصوص ولكافه القوانين التي صدرت في العام 2020 كان وضع قواعد قانونيه شفافه، يعني يستطيع المستثمر او المواطن او الوطن او الاقتصاد المصري الاستفاده منها بشكل شفاف ومباشر. دكتور علاء، يعني زي ما قال دكتور عبد النبي، تقريبا بنتكلم في قانون دخل في 60 سنه كان بيطبق القانون القديم، شايف ان احنا اتاخرنا في اصدار قانون الجمارك الجديد، ولا هو ده الوقت المناسب، وازاي ده هيأثر بشكل كبير على الاقتصاد؟ هو طبعا تصديقا لكلام معالي الدكتور، انا عايز اقول حاجه بس، ان احنا في الفتره الاخيره
كنا رؤية مصر 2030 صحيح، وبناء على رؤية مصر 2030 ونحو المتغيرات الاقتصادية نحو العالم والتعاقدات الدولية، كان من أهداف التنمية المستدامة إيه التعاقدات الدولية والعملية إن هو العالم كله يبقى ملزومة في ملزومة واحدة، بمعنى أصح إن أنا أسهل موضوع الاستثمار. حضرتك في البداية خالص كنت لما بتقولي محكم وخبير في دراسات العقود الإدارية صحيح، وأنا طبعا تطرقت لحضرتك في الحتة ديت وقلت حضرتك إن أنا الموضوع كله متواصل مع بعض. لعلى سبيل المثال قانون 207 لسنة 2020 هو أقر قانون الاستثمار 72 لسنة 2018 لسنة 2017، ونفس القصة برضو أقر هذه القوانين اللي هي التعاقدات للجهات العامة. بناء عليه أنا عايز لازم أواكب هذه المتغيرات الاقتصادية نحو العالم، يبقى أنا لازم يكون عندي ملزومة جديدة بتحقق أهداف عندي التنمية المستدامة. الموضوع كله أهداف تنمية مستدامة ويمكن موضوع شامل مع بعضه، إن أنا من خلال الغاية والوسائل التي طرقت من 169 غاية ووسيلة في تحقيق التنمية المستدامة لابد أنه يكون عندي وسائل ومواد قانونية تحقق هذه الأهداف التنمية المستدامة. يعني تغيير قانون الجمارك حضرتك شايفه انه لخطة مصر 2030 ورؤية مصر 2030 زي قانون 182 لسنة 2018، زي قانون 72 لسنة 2017. هذه القانون بداية من 2015 كانت رؤية سيادة الرئيس، كان ليه رؤية اخرى زي بالضبط لما تحقق عملية القضاء على فيروس سي، الملزومة ملزومة صحيح واحدة. وبناء عليه ان انا لازم اواكب هذه المتغيرات. انا شفت عندي في قانون حضرتك ذكرت قانون 66 سنة 1963 السلبيات اللي كانت موجودة لابد ان انا عندي المعالجة الحقيقية لهذه السلبيات، في نفس الوقت لازم اتطرق عليها مستحدثات جديدة تواكب هذا العصر. المستحدثات الجديدة طرقت عندي بقى بداية من الباب الاول الى المواد هذه في هذه القانون 207 لسنة 2020، وبناء عليه عالجت النقاط الأساسية وفي نفس الوقت عملت عملية التعامل بين المستورد وبين الناقل نفسه، عملت التزامات للناقل وعملت في نفسه. دكتور عبد النبي هاخد من كلام دكتور علاء وهسأل حضرتك أهم المواد داخل القانون، قانون الجمارك الجديد القانون رقم 207. يعني في مجموعة كبيرة من المواد أضيفت إلى هذا القانون. يعني أنا في اعتقادي أن أهم ما جاء فيها هو إعطاء المرونة الكبيرة للإفراج الجمركي. كان بنتكلم برضو عن وجود ما يسمى بالقوائم البيضاء للمستوردين، أنا أعتقد أن يعني هذا إن لم يكن جديد لكنه وضعها في إطار حقيقي. أغلب المواد اللي موجودة هي مواد للتسيير وتسهيل الخروج، أيضا يعني برضو بنقول إن فيها بعض الإعفاءات التي أعطيت للعديد من السلع، خاصة السلع اللي هي خاصة بمستلزمات الإنتاج. ربما أن هناك يعني زي ما بنعيد نقول كان هنالك قرارات بوضع قوائم بيضاء للمستوردين. عايزين نرجع بقى للقرارات، حضرتك قلت كانت مشكلة لكن إيه بقى يعني كانت هناك، لكن كانت هذه القرارات عرضة للتغيير ما بين فترة وأخرى. مواد القانون وضعت هذه القواعد الجيدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في نطاق. يعني كده مش هنشوف قرارات بتخالف القانون. أنا شخصيا أعتقد أن الفيصل الرئيسي ما بين الجهات الإدارية الممثلة في مصلحة الجمارك وما بين المستوردين سوف تكون بنود القانون. يعني ومن هنا لن يكون لدى مصلحة الجمارك الوقت ولا الرغبة ولا المقدرة على أنها يكون لديها مشاكل مع المستثمرين. يعني احنا بنقول ان في البداية كان المستثمر لما يكون عنده مشكلة يلجأ الى القانون وبعد كده يقعد فترة. انا اعتقد ان اهم ما جاء في بنود هذا القانون كانت الوضوح والشفافية، وزي ما انا بقول لحضرتك المرونة في التعامل، يعني طريقة اختيار العينات، المواعيد المحددة بحيث ان يعني يتم سرعة الانتهاء من المعاينة ثم الافراج. يعني هنالك مجموعة من المواد المتداخلة زي ما قال الدكتور علاء ان هي
منظومة شاملة. يعني ما نقدرش نقول ان مادة معينة كان فيها افضل او اضافت مادة معينة يعني عالجت خلل كان موجود في القانون في قانون 63. لا بل على العكس، احنا بنتكلم في مجموعة المواد نفسها هي مواد من اجل المرونة ومن اجل التحفيز ومن اجل مسيرة العصر. وانا فعلا يعني انا بتمنى او انا حتى يعني متفائل وبأتمنى ان لا يكون هنالك لا نعود الى الادارة بالقرارات خاصة في مسألة الجمارك مرة اخرى. دكتور علاء، هاخد من كلام دكتور عبد النبي، وحضرتك كمحكم بتشوف انه القانون 207 قانون الجمارك الجديد هيسهل شوية من الامور ومش هنشوف قرارات ومش هنشوف مشكلات؟ بالطبع ده صحيح، لان انا اقول لحضرتك حاجة، يعني مثلا على سبيل المثال في المادة اللي ذكرت التخليص الجمركي، التخليص الجمركي كان الأول تصحيح لكلمة الإفراج الجمركي. الإفراج الجمركي معنى كده أن المستورد دخلت بضاعته داخل البلد نفسها هنا، لكن التخليص، لا، الفرق ما بين التخليص الجمركي والإفراج الجمركي، التخليص الجمركي لسه ما تمش، لسه ما تمش الدخول ليه. فتصحيح هذه العبارة وأن أنا أباشر العملية من قبل ما تدخل المواني المصرية، ده في حد ذاته صحيح. للدرجة دي الكلمة بتفرق دكتور علاء؟ طبعا يا فندم، طبعا بكل التخليص من الإفراج، من الإفراج يعني دي ذكرت في هذه تصحيحا لهذه الكلمة، فتصحيحا لهذه الكلمة جت مصيرة للوضع اللي احنا فيه حضرتك. ثانيا حضرتك، عملية التظلم، التظلم اعطت للمستورد ان هو يتظلم، وقبل ما نلتجئ الى اللجوء للتحكيم، كان حضرتك سألتني في البداية خالص صحيح على الموضوع ده، ف قبل ان انا اديته فتره ان هو سماح معايا للتظلم والرد عليه. ثانيا لو انا ذكرت حضرتك من المستحدثات النافذه الواحده، النافذه الواحده وهي طبعا عمليه الكترونيه، وان انا بباشر الشباك الواحد يعني زي تمام نور عليك. عمليه الشباك الواحد في القانون الاستثمار 72 سنه 2017 طبعا عملت تبسيط الاجراءات. من هنا نقدر نقول ان عمليه تبسيط الاجراءات كان شيء موجود لازم ان هو يتم تنفيذه. انا حضرتك انا ارجع تاني واقول لحضرتك تاني، احنا من اهداف التنميه المستدامه ايه هي؟ الشراكه بين القطاع العام والخاص. من اهداف التنميه المستدامه ايه؟ ان احنا نحقق الشفافيه، نحقق ايه؟ السوق للامان وضخ المستثمر ضخ امواله في هذه البلد. انت من خلال لازم هذه الاهداف، لازم انك انت تبتدي تشتغل في هذه الاهداف، تحقق هذه الاهداف عن طريق ايه؟ عن طريق الغايه والوسائل. طيب دكتور عبد النبي، دكتور علاء لتاني مره بيربط ما بين قانون الاستثمار وما بين قانون الجمارك الجديد، هو في ربط ما بين الاثنين؟ والحقيقه خلينا نقول ان الوقت ما بينهم مش كتير، لان كنا من سنه بنقول على قانون الاستثمار نقول قانون الاستثمار الجديد. فيعني هل في ربط ما بين قانون الاستثمار وقانون الجمارك الجديد؟ يعني كل قوانين المنظومة الاقتصادية مترابطة مع بعضها، يعني كلها بتخدم بعضها. يعني جزء مهم جدا في فلسفة هذه القوانين التي صدرت خلال عام 2020 كان الأخذ بالنظام التكنولوجي. يعني عندما نتحدث عن النافذة الواحدة أو الشباك الواحد، في فترة سابقة لما في سنة 2007 لما بدأ الكلام حول هذا الموضوع، كنا بنتحدث عن تجميع كل الجهات التي تتعامل سواء مع المستثمرين أو مع الجمارك أو غيرها في مكان، بدل المستثمر ما بيروح عشان يفرق، لأن هو النهاردة في جزء من المنتجات المستوردة هي مستلزمات إنتاج، يعني يحتاجها صاحب المصنع اللي هو المستثمر من أجل أن هو ينتج. الوقت بالنسبة له عامل مهم. هذه النافذة الواحدة كنا بنقول أن هو مكان، يعني زي ما كان لو حضرتك متذكر، يعني ما تقال ان في مكان شباك واحد في هيئة معينة كان يا ده احنا عملنا اعجاز. الان لا يا سيدي، النافذة ديت بقت ويندو زي الويندو اللي موجودة على شاشة الكمبيوتر، وانت من خلال الموبايل بتاعك او من خلال الكمبيوتر او في اي مكان تقدر تدخل عليها وتقدم كل مستنداتك وتحصل على الموافقات بدون بقى ما تروح للمكان. هنا النافذة الالكترونية اللي هي المهمة، اللي زي ما احنا بنقول بدأت موجودة في هذا القانون، المسائل بدأت يعني قل التلاقي ما بين المتعامل وما بين صاحب القرار. هنا ده ما كان يمكن انه كنا احنا نقدر نعتد به الا في ظل صدور هذا القانون. عندما تتحدث عن يعني ايه محفزات الاستثمار، محفزات الاستثمار مهمة جدا انك انت تقلل التكاليف قدر الامكان. تخيل انت لما بتجيب مستلزمات انتاج موجودة من الخارج ويبقى ما تدفعه مقابل الارضيات او مقابل الرسوم قليل، ايه اللي هيحصل؟ هتقل طبعا التكاليف.
انخفاض التكاليف ده بيؤدي ايه بقى؟ لو انت جايب مستلزمات انتاج من اجل التصدير، يعني تنتج من اجل التصدير، تنتج وهتصدر، يبقى انت هنا بيديلك تنافسيه كبيره وتنافسيه عاليه. يبقى انت هنا بالشكل ده كده بتخدم قانون الجمارك الجديد، يعني لا يخدم المستثمر الحالي فقط بل يشجع على الاستثمارات الجديده. كويس. هاخد بقى من كلام دكتور عبد النبي واسال حضرتك دكتور علاء، القانون الجديد هيأثر بشكل ايجابي وبقوه على حركه التصدير في مصر؟ بكل تاكيد. بص حضرتك انت لما سالت السؤال قلت ربطت بين قانون الاستثمار وسالت الدكتور. انا عايز ايه من المستثمر؟ ان هو يضخ امواله هنا، عايز اوفر له الطمانينه. بناء عليه لما انا طبعا مش عايز اتطرق لقانون 72 سنه 2017، لكن في قانون 72 سنه 2017 ده قانون الاستثمار، هو القانون الاستثمار قال ان هو عايز يدي طمانينه، ملخصه فلسفته هو كانت قايمه على الدستور 2014 والتسهيل كمان الشباك الواحد اللي حضرتك ذكرته التسهيل على المستثمر بالظبط، وقايم على، وطبعا هذه القوانين كلها قايمه على الدستور 2014 ان ماده 27 وماده 28 الموضوع الشفاهيه والحوكمه، ان انا اقدر ازاي احقق عمليه الشفاهيه والحوكمه. بناء على كل هذا الشفافيه والحوكمه، بناء على هذا وهذا، ان احنا هنا في قانون 207 لسنه 2020 الجمارك عمل موضوع التزامات على الإدارة نفسها، عمل عملية الترانزيت البضاعة المستوردة، إن أنا يحقق لها المخازن اللي هي مؤقتة وما يقدرش إن هو يخل بالمستورد. في نفس الوقت عمل التزامات على الناقل، الناقل لازم يحتفظ بالمستندات لمدة 5 سنوات، المستورد لازم يحتفظ بمدة 5 سنوات لأن عندي حاجة اسمها الرقابة اللاحقة. هو خاطب الجهتين، خاطب الإدارة المتعاقدة، الإدارة اللي هي هتوفر الجمارك أو كده، وخاطب في نفس الوقت المستورد، وخاطب في الباب الأول وعمل لي الثقل الناقل، اداله ثقله، خاطب الناقل ان هو لازم لابد ان هو يلتزم بهذه المستوردات. دكتور عبد النبي عايز اسال حضرتك تاثير قانون الجمارك الجديد على المستثمرين، يعني المستثمر بيشوف قانون الجمارك الجديد ازاي؟ يعني المستثمر اولا بيجد فيه انه فرصه لتقليل الوقت للحصول على السلع الخاصه به. تقليل يعني وقت يساوي تقليل فلوس جدا طبعا. كويس. الوقت فلوس، يعني خلينا نقول ده شيء مهم جدا. كويس. ايضا احنا نسمع كلمه الجمارك يا دكتور عبد النبي نخاف من الفلوس. كنا نسمع، يعني انا اتمنى فعلا ان يبقى العام الجديد بيقول كده، يعني نغير الصوره الذهنيه عن الجمارك في مصر. تمام. يعني ماشي. يعني مش بالفعل ان الجمارك معناها كان في العطله البيروقراطيه ما بين هلالين، يعني اذا سمحت لي، الفساد، هروب المستثمرين. دكتور عبد النبي كل ده مش هنشوفه مع القانون الجديد. انا يعني ان شاء الله ما نشوفوش، ده اللي بنتمناه، ده اللي بنتمناه. لكن احنا ما بنقول النهارده لما القانون الجديد او حتى مجموعه القوانين، هو مش بس القانون ده، يعني هي كل القوانين اللي صدرت في بدءا من 2017 حتى الان كانت بتحاول تعمل شيء مهم جدا، ان تقول للمستثمر انت في امان، لن نقبل ان يبتزك احدا، لن نقبل ان تقع فريسة في يد الفساد. ومن هنا يعني إذا كنا بنتكلم على قانون الاستثمار، كان في جزء برضه مهم جدا في عام 2017 هو قانون التراخيص الصناعية. في قانون التراخيص الصناعية ده كان بيتقال إن يعني لك أسبوعين إنك تقدم الطلب أونلاين ولازم يرد عليك في خلال أسبوعين، ما فيش حاجة اسمها إنك ما يردش عليك في خلال أسبوعين. في ظل القوانين القديمة، لا احنا والله بندرس، احنا بنشوف ورقك ناقص، فوت علينا بكرة يا سيد، تمام، وممكن مع ده مش هنشوف، مش هنشوف. لكن انت النهاردة بتيجي قاعد، يعني بيبقى النهاردة شبكة المعلومات الدولية اصبحت تتيح للمستثمر ان هو يقدم كل اوراقه اونلاين، وبمجرد ان قبلت، ما هو هنا برضو ايه، يعني بمجرد ان قبلت هذه الاوراق، لا، خلاص الرجل اصبحت اوراق كلها مقبول. يبقى هنا هو يطلب الخدمه من الجهه اللي موجوده. النهارده بقى خلينا نقول بقى في المستثمر، المستثمر هو الذي يحتاجه من الجمارك هو حاجتين، اما التصدير فان تخرج صادراته بالشكل اللائق الذي اوصلها هو الى مناطق التوزيع، وان تصل اليه مستلزمات الانتاج، اذا كنا بقى بنتكلم بقى على ادوات التغليف، اذا كنا بنتكلم على مواد خام، ان تصل اليه بسرعه وسليمه. يعني اذا كنا احنا بنتكلم على بعض السلع الوسيطه في انتاج الصناعات الغذائيه، فلازم ان تصل اليه في موعد وهي بدون تلف. يعني اسمح لي ولو ان هذا المثال لا ينطبق على مصر، لكن اذا كنا بنتكلم على مستثمر بيصنع صلصه ومحتاج ان هو يستورد طماطم، طبعا انا بقول هذا المثل ما يكونش ما بنتكلمش على مصر، ما بنتكلمش على مصر،
عندما لا تصل إليه الطماطم في حالتها الجيدة أنت كده خسرت كل شيء، وعندما لا تصل في التوقيت المناسب، ما برضو التوقيت المناسب ده مهم جدا، خسر في السلع الزراعية. يعني أنت لو أنت النهاردة في موسم الانتشار الطماطم في السوق المصري، يبقى المصنع اللي هو هيصنع الصلصة ده هيخسر. يبقى النهاردة القانون الجمارك بشكل ده كده وفر وقت كبير جدا للمستثمر. طب ده بقى بيعود على ايه بقى بالمستثمر؟ بيوفر في التكاليف بس كده؟ لا، ده بيديله فرصة ان ارباحه تزيد، والارباح لما بتزيد المستثمر مش بيصرفها بقى وبيضيعها، لا ده بالعكس بيكبر انشطته، بيفتح استثمارات جديدة، وربما يدخل مجالات طيب. جديدة. دكتور علاء انا اتفضل. عايز اقول حاجة اتفضل. هو تصديقا لكلام حضرتك فعلا يا فندم، هو الزم المستثمر بقيد الشحن ان هو يديه للناقل، ولازم ان لو قيد الشحن هنا، بس في حاجة لو قيد الشحن ده مش موجود مع اوراق الشحن، يبتدي ان البضاعة ديت او المنتج اللي جاي دوت حضرتك يرجع تاني من المواني الى المواني اللي هو جاي. طيب عايزين وحضراتكم بتتكلموا راوا انه في ناس زي حالاتي مش فاهم الموضوع، قيد الشحن واوراق الشحن تمام. ايه بقى حضرتك فسر لنا كده؟ قيد الشحن بيلزم قيد الشحن ده اللي هو الطلب، ان هو بيطلب ان هو في شحنه جايه له كويس من مواني كذا، فبيطلب القيد دوت، والقيد ده لازم اساسي ان هو يبقى موجود معاه قبل ما الحاجه تيجي من الخارج المواني، لان في عمليه تتبع. انا لازم الرقابه عندي هنا عارف قبل ما تدخل المواني المصريه دخلت ايه اللي داخل عندي، ودي طبعا المنظومه الحديثه في هذه الملاحقه إيه الرقابه الملاحقه والرقابه ان هي تتبع للحاجه نفسها. في نفس ذات الوقت الناقل بيلتزم في كيف تقديم ورق الاستناد بتاع الشحن للجهه في عمليه الجمارك، لازم يقدم، لو ما تقدمش دوت انا اسف كلمه يبقى الاوراق هنا، ودي من ضمن الاوراق العقوبات ان يتم ترحيل. ده موجود في القانون؟ ده موجود في القانون. دكتور عبد النبي، موضوع مهم جدا حضرتك تحدثت عنه في كلام حضرتك، الفساد. وهنا انا مش بتكلم بس عن الفساد، يعني بتكلم عن الفلوس، لكن ساعات كتير اضاعه الوقت ده فساد كبير جدا، ده مش هنشوفه في قانون الجمارك. يعني تأكيدا للكلام اللي قاله الدكتور علاء، ان النهاردة اصبحت الامور كلها واضحة وشفافة. يعني كل المستندات المطلوبة موجودة على بوابة مصلحة الجمارك المصرية. مش هتعطلني بقى. مش خلاص يعني يبقى عندما يخطئ المستثمر مش هيلقي باللوم على المصلحة. يعني ان هو يقدر في اي وقت وفي اي مكان ان هو يدخل يشوف كل تجديد موجود على المصلحة، فمش هيقدر بقى ما يقدمش الطلب، مش هيقدر يجيب أوراق الشحن. طب لو المصلحة تبطأت يا دكتور عبد، لا مش حاجة اسمها تبطأت، ما يقدرش. يعني النهاردة في جزء برضو مهم جدا بيتكلم عليه الدكتور علاء، بس يعني هو ما حبش يتغول فيه كثيرا، انك انت عندك مجموعة قواعد بتقول ان يعني لا، يعني لا يمكن، او يعني مش المفروض، هو مش عايزين نقول مش المفروض، يعني ممنوع الاستيراد من مصانع غير مؤهله، ممنوع استيراد نفايات خطره تضر بالمجتمع. كل ده موجود في القانون الجديد. كل ده موجود، مش بقى في القانون الجمارك، لكن في قوانين التجاره، في قوانين الاستثمار، في غيره. النهارده قانون التجاره اصبح، قانون الجمارك اصبح كاشف لامور كثيره جدا. فانت النهارده قبل ما تبدا تجيب الشحنات دي بتقول اصل انا ما اعرفش، لا يا سيدي، وانت بتبدا تتعاقد ادخل على بوابه الجمارك، هتعرف ايه المستندات وايه الامور المطلوبة. وانت بمجرد ما بدأت تشحن بضاعتك خلاص، انت مدام استكملت اوراق الشحن وبدأت تشحن هينطبق عليك القواعد والقرارات والقوانين التي كانت تطبق عند بداية شحن الشحنة الخاصة بيك. خليني بس اقول لك بقى على مسألة الفساد، في ظل هذا الوضوح وهذه الشفافية نسبة الفساد هتقل بشكل كبير جدا. حتى زي ما انت بتقول تبطأت المصلحة، لا، المواد والبنود والعقوبات المفروضة على كل موظف عام يتراخى في تأدية واجبه موجودة، وهي عقوبات في القانون الجديد رادعة. التظلم، لا النهاردة التظلم بدل ما كنت بتروح تتكلم في السر، لا ده هيبقى النهاردة أونلاين علني، كل الناس هتبقى عارفة، وساعتها هيبقى إذا كان لك حق هتاخده على الجهة الإدارية الحق بالتأكيد العقاب سوف يكون شديد. وأنا أعتقد أن حضرتك سمعت سيادة الرئيس، ويمكن حتى معالي دولة رئيس الوزراء لما كانوا بيتكلموا في مؤتمر الفساد منذ عدة فترة أسابيع صحيح، كان الكلام بيتقال أن لا بالعكس، مؤتمر كان السيد رئيس دولة الوزراء الدكتور مصطفى أيوة. النهاردة كان الرسائل كانت واضحة لكل المسؤولين ولكل الهيئات، لن نقبل باستمرار الفساد. فالنهاردة
مشروع القانون الذي نتحدث عنه سواء كان بقى في الجمارك او حتى بقول لك منظومه القوانين كلها التي تمت في 2020 هي كانت تضع في نصب اعينها ان يبقى تقليل اللقاء المباشر ما بين طالب الخدمة ومؤدي الخدمة. ومن هنا أنا بالفعل بضم صوتي لصوتك وعندي أمل أن هذا العام يعني يحمل الكثير من القضاء على الفساد. دكتور علاء هسأل حضرتك في مميزات وعيوب قانون الجمارك الجديد لكن بعد الفاصل. مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل في حلقة خاصة جدا عن قانون الجمارك الجديد القانون رقم 207 لسنة 2020 واللي الحقيقة هيحل مشاكل كتير والتنفيذ هذا القانون هيقضي على الكثير من الأمور من ضمنها بالتأكيد القضاء على الفساد والقضاء على الروتين والقضاء على تأخير مصالح الناس وزيادة في المستثمرين وهيحرك بشكل كبير في حركة الصادرات في مصر. مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل والحديث عن قانون الجمارك الجديد. استوديو الشارع افضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق ونفضل دايما في استوديو الشارع نبض الشارع المصري. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد والنصف الثاني والاخير من حلقه قانون الجمارك الجديد. خلينا نرحب بضيوفي من جديد الدكتور علاء والدكتور عبد النبي. دكتور علاء كنت بسال حضرتك قبل الفاصل ما هي مميزات وعيوب قانون الجمارك الجديد القانون رقم 207؟ طبعا مش هنقدر نتطرق للعيوب لان العيوب دي مش هتبقى موجوده الا لما تكون بالتجربة. على الحاله نفسها وبالتجربه. ولازم نقول لكن مفيش حاجه زي ما قال دكتور عبد النبي كده بنقول مثلا يا ريت كنا حطينا كذا او عملنا كذا. اقول لحضرتك احنا لابد ان احنا يعني نتعلم من الماضي ان احنا نكون في حراك مستمر والحراك المستمر دوت هو نتيجه السلبيات اللي انت بتواجهها على ارض الواقع وبناء عليها بتجد لها حلول. اذا طب اجد لها حلول ازاي بعد ما عملت القانون قرارات زي ما قال دكتور عبد النبي؟ انت بتشوف ممكن تعدل القانون ممكن تعدل في حاجه لكن حتى وقتنا هذا ان هو خاطب الاعفاءات خاطب المنتج المصري جه على منهجيه القوانين السابقه في 20 اللي رؤيه مصر 2030. حضرتك شايفه انه كل مميزات حتى الان التي موجوده حضرتك دلوقتي قانون صدر 11/11/2020 لسه عايز محتاج وقت عشان نحكم عليه بالظبط. طيب ايه اكبر مميزات هذا القانون من وجهه نظر حضرتك؟ الاكبر مميزات هذا القانون اللي هي النافذه الواحده ده طبعا دي حاجة كويسة جدا. عملية الترانزيت عملية التخزين المؤقت ان انا اقدر اخزن بدون عمليه بدون انهاء الاوراق لدخول الاستيراد. كلمه التخليص الجمركي بدل من الافراج الجمركي دي طبعا كان في الصميم يعني وجت مواجبه لهذا لان المنتج لسه ما دخلش او الاستيراد لسه ما دخلش داخل مصر. ثانيا ادى عمليه الاعفاءات للمنتج المصري ادى الاعفاءات اثار اكمل الاعفاءات لقانون 200 لسنه 2020 لذوي الاعاقه ادى المستشفيات والجمعيات الجامعات الحكوميه ادى حضرتك كمان للمشروعات والمنتجات المصريه الاعفاءات الجمركيه في هذا ادى عمليه ما كانش موجود في القانون 66 هو طبعا التسهيلات هذه كانت هذه صرح بها بالنص صريح صرح فيها بنص صريح في المواد طبعا انت يمكن احنا اتفقنا احنا ما نتكلمش على المواد كلها لكن صرح بيها بالنص الصريح حضرتك في هذا المنظومه. ثانيا اضافه لكل هذا وزي هذا عمليه الرقابه
الرقابة قبل ما المستورد ان هو يدخل الى المواني المصرية، يعني قبل ان هي تبتدي شحنها من المواني الخارجية عرف ايه اللي هيتبتدي شحنه، احمل الناقل المسؤولية مع المستورد. هذا إضافة لكل هذا إدى ضمانات للمستثمر مع مطابقا لقانون 72 لسنة 2019. طيب دكتور عبد النبي، يعني مش هنلاقي البضاعة بتقعد وقت كبير في الجمارك، ويعني يعني هيبقى في تسهيل وهيبقى في حركة وكل العيوب اللي كنا بنشوفها قبل كده. الحقيقة أنا مش عايزة برضو أرمي كل حاجة على القانون 66، لكن هنشوف مرونة بشكل كبير من الموظفين واخواتنا في الجمارك مع المستثمرين ومع التصدير. يعني خلينا نقول هي المشاكل كانت بتطلب، يعني لماذا تظهر المشاكل؟ كانت تظهر اما زي ما قال الدكتور علاء بشكل صريح انك انت لا تستكمل المستندات المطلوب، او يبقى في تعليمات غير مرئيه، او في تعليمات غير منشور. في ظل ما اشار اليه القانون من ان كل الامور تبقى شفافه، وان زي ما انا بقول لحضرتك ان كل تغيير او كل اضافات او كل اعفاء او كل استثناء يتم نشره مباشره على بوابه مصلحه الجمارك. من هنا من ربع المستحيلات ان هيبقى المستثمر، لان احنا برضو بنتكلمش مع هواه، احنا بنتكلم مع محترفين. المستثمر اللي بيحاول ان هو يحصل على مواد ومستلزمات انتاج هو عنده ادارات قانونيه وعنده فنيين وعنده خبراء. ايضا مصلحه الجمارك يعني تم عليها تحديث بشكل كبير جدا، مساله الدوره الورقيه والمستنديه اصبحت قليله، الاعتماد على الاجراءات الالكترونيه اصبح كبير. في ظل هذه الامور انت متخيل ان هيبقى مستثمر بيأثر في حافظة مستنداته من اجل ان يقدمها للجهة الادارية؟ انا اعتقد ان ده لن يحدث. في ظل هذه الظروف انا اعتقد ان يعني كل المشاكل التي كانت تنتج نتيجة لتعقيدات او نتيجة لروتين سوف تختفي. لكن لنفرض بقى انك انت عندك مستثمر هيكله الاداري نفسه غير كف، ده مش هنقدر نعمل له حاجه. لكن لو في مصلحه الجمارك او حتى في الجهات التابعه لها عندك موظف غير كف، لا النهارده ده تقدر تثبت عدم كفاءته، تقدر تثبت اهماله، تقدر تثبت تقاعسه، وبالتالي تستطيع ان تعاقبه وانه يكون عبره لغيره. لكن ان احنا بنيجي بنقول ان المشاكل لن تظهر، بالتاكيد هيبقى فيه مشاكل. ثانيه واحده دكتور علاء، دكتور عبد النبي بيقول انه مستثمر هيكله الاداري غير كفء. طيب انا برضو كجمارك ما اقدرش ان انا اوعي المستثمر ده اقول له لا انت شاور هنا، اشاور له على العيب اللي عنده لانه الهدف واحد. خلينا نتطرق هنا. إذا كان مستثمر، وطبعا احنا قلنا لازم نربط، والقانون هنا 207 لسنة 2020 أقر قانون 72 لسنة 2017، وطبعا ان في عندي حاجة اسم طلب الاهتمام، بعرف منه السي في بتاعت المستثمر، وبعرف منه ان هو ايه الامكانيات بتاعته والاعتمادات المالية بتاعته، وبناء عليه انا الموضوع كله مرتبط ببعضه زي ما قلت لك في سياق الكلام في البداية، ان هو الموضوع مرتبط العملية المنظومة انتقال البيئة الورقية الى التكنولوجيا ثم الانتقال الى العملية الرقمية هتاخد وقت، وده احنا لازم نعترف في هذا الملزومه ان احنا 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 في احنا في متغيرات كثيره، لابد ان احنا نقف عن هذا ونبتدي ندعم كل هذه النقاط. احنا في عمليه تحول الى عمليه رقميه، عمليه من عمليه ورقيه الى عمليه رقميه، سيرا بقى بالعمليه التكنولوجيا، عمليه النافذه الواحده، عمليه الشباك الواحد في قانون الاستثمار، كل هذا وهذا لابد ان هو يعمل يبتدي ان هو الفاعليه بتاعته هتبان عندنا في الاثر. دكتور عبد النبي، ازاي نقدر نخلي الاستثمار يزيد بشكل كبير؟ بالتأكيد في إجراءات حصلت، قانون الاستثمار، قانون الجمارك الجديد، لكن من وجهة نظر حضرتك شايف انه نزود من الاستثمار في مصر ازاي؟ نزود من السهولة في الإجراءات الجمركية في مصر ازاي؟ خلينا يعني السؤال في منتهى الأهمية بالفعل، لكن خلينا نقول احنا محتاجين في البداية خطة لشكل الاستثمار الذي نحتاج إليه. صحيح. يعني ده شيء مهم جدا، وأنا بتمنى أنها تبقى خطة مكتوبة، وده بتبقى يعني إذا كنا بنتكلم على استراتيجية 2030 أنا بحتاج أن يبقى احنا عندنا فصل واضح للاستثمار، فصل تفصيلي يعني ماذا نحتاج بالضبط،
وإمكانيات تحقيق ذلك. يعني إذا كنا احنا بنتكلم على الاستثمار، من المستثمر الذي نريده؟ هل يعني نريد كما كان يقول البعض أن تعود الدولة لأن تقوم بالجزء الرئيسي من النشاط الاقتصادي، أم نريد أن يقوم بالقطاع الخاص بالكامل وأن تكون الدولة خارج هذا القطاع، أو بنتحدث عن شكل بالشراكة يعني يدفع إلى تنمية الاستثمار؟ هو اللي حصل الشراكة الحقيقة ده احنا أنا وحضرتك اللي بنقول، لكن هل موجود خطة أو قانون أو حتى يعني نصوص دستورية تقول أن هيكل أو مناخ الاستثمار أو هيكل الاستثمار في مصر يجب أن يكون ما بين شراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟ طب والحقيقة ده حاصل، وحاصل كمان في كل المشروعات القومية الكبرى دكتور. ده تمام، ده بالشكل الكبير، ده شيء رائع جدا. لكن اللي احنا بنقول عليه، هل موجودة بقى آلية ان عندما يحاول المستثمر ان يعني يأخذ بعضا من الوقت من اجل التفكير في اخذ القرار الاقتصادي؟ هل لدينا في حاجات بتبقى مكتوبة ومكتوبة اوريدي في قانون الاستثمار الجديد ده. احنا لسه ما عرفناش بنودها وما نشغلهاش بشكل زي المسؤولية المجتمعية. رائع جدا، انت وضعت نفسك على الجزء المهم. يبقى احنا هنا بنتكلم في ايه بقى؟ ان يجب ان يكون عملنا من اجل ذات الاستثمار هو اقناع الناس، مهمة جدا، الناس ثم المستثمرين ومعهم الحكم ومعهم قطاع التمويل المصري. قطاع التمويل المصري ده مهم جدا، يعني بدون فعالية قطاع التمويل المصري وقطاع البنوك واعطاء تمويلات بشكل ميسر لن تجد تشجيع للاستثمار. على الجانب الاخر انت محتاج انك انت ترفع روح الوعي والانتماء للوطن لدى المستثمر المصري. يعني خلينا بقى مهم جدا، احد اهم المشاريع الناجحة في مجال الاستثمار خلال الفترة الخمس سنوات الاخيرة كان ايه؟ مشروع اكتتاب قناة السويس. صحيح. يعني كيف وقفت كل هذه الصفوف وهذه التوابير لكل هذا الوقت في خلال 15 يوما؟ صحيح. من اجل المساهمة في اقامة مشروع، ثقة في القيادة السياسية وثقة في الدولة المصرية. اذا كنا احنا بنحتاج الى استثمارات معينة او تنمية مناخ الاستثمار بعينه، يجب ان يكون لدينا خطة موضوعة باولويات القطاعات الاستثمارية التي نحتاج اليها. طيب دكتور علي، انا اسف لا خالص يا فندم، انا بعد اذنك يا دكتور علي. اتفضل. يعني هل الان لدينا مشاكل في انتاج الغذاء فنحن نحتاج الى زيادة الصوب الزراعية من اجل انتاج المنتجات الغذائية، ام هل لدينا مشاكل؟ طول الوقت محتاجين صوب زراعية. تمام، لكن لو انت بصيت في السوق يا ترى احنا لدينا ولا محتاجين اكتر ولا لا؟ طب يا ترى احنا محتاجين، ما هنا بقى اللي كنا بنتكلم عليه، اللي هو بنتكلم على المزيج الاستثماري، قد ايه احنا محتاجين نوجه للزراعه. انت حضرتك بتتحدث عن خطه استثماريه واضحه. تمام دكتور علاء، حضرتك ذكرت اكثر من مره ان مميزات القانون الجمارك الجديد هو لفظ التخليص الجمركي بدلا من الافراج الجمركي. عايز اسال نقطة. عايز اسال حضرتك بقى عن المستخلص اللي بيخلصه، المستخلص الجمركي رايه ايه في قانون الجمارك الجديد؟ طبعا هو اهم حاجه مش رايه ايه، اهم حاجه آلية التنفيذ ليه ايه. هو رايه ليه علاقه بآلية التنفيذ؟ اثروا عليه يعني رأيه، هو شايفه ازاي رايه بالنسبه له؟ هو في منظومه واحده وبالتالي هيتم تحقيق هذا القانون. لكن انا يعني مديله تسهيلات، هو حاسس بتعقيدات، هو شايف ايه؟ لا 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 طبعا في تسهيلات كتير، من قلت لك انتقال العمليه الورقيه الى عمليه منظومه الكترونيه، دي طبعا دي في حد ذاتها بتبقى عمليه تبسيط الاجراءات بصوره عامه. انا بس يمكن اضافه لقول الدكتور، عمليه الوعي هي عمليه مش نشر الوعي ان انا عن طريق الاعلام بس وكده، عمليه التريننج تدريب العملية التوصيف والتوظيف للموظف نفسه، عملية التعامل ازاي، عملية ان انا قدرت ان اوفر المناخ القانوني اصلا حضرتك من 2015 واحنا سياسة الدولة كلها ماشية على توفير المناخ القانوني للاستثمار، بناء عليه اصدرت بعض القوانين المستحدثة اللي هي طبعا احنا يمكن انا مش عايز اتطرق يعني اشغل حضرتك، اقول يعني على سبيل المثال قانون 182 لسنة 2018 كان قبليه حضرتك قانون 89 لسنة 98 اللي هو قعد يعني اخذ حوالي 19 عام زي بالضبط قانون 207 لسنة 63 قعد فترة زمنية كبيرة.
قانون الاستثمار، اذا قانون 2015، هذه المنظومه كلها جاءت انا عايز اقول في سياق واحد. كلام حضرتك هيخليني اسال حضرتك دكتور عبد النبي، الحقيقه هو في كل دول العالم القوانين بتقعد لسنوات كتيره جدا كده؟ هو طبعا يعني الاصل يعني كده؟ لا 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 طبعا، لكن هي الاشكال ان في الدول المتقدمه في مرونه كبيره جدا، يعني التغييرات بتبقى مستمره والتجديد دايما مستمر، لكن المشاكل بتبقى قليله. احنا عندنا بنخاف شويه من التجديد، او طول عمرنا كنا بنخاف شويه من التجديد، كنا يعني بقى بنخاف دلوقتي ما بنخافش الحقيقه. يعني خلينا نقول يعني احنا يعني في الخارج عندما يتم اصدار القوانين بتقوم باصدارها حكومات منتخبه ذات توجهات. يعني اذا كنا بنتكلم مثلا في فرنسا، عندما تاتي الاحزاب اليمينيه الكل بيقول لا، هيبدا بقى اعفاءات ضريبيه كثيره، زي احنا ما عندناش التوجهات خالص. فاحنا هنا لما بنيجي الدوله بتحاول انها تصدر قانون، حضرتك عارف ان اول ما بيتقال يعني كده ده عاملينه عشان مصالح ناس معينه، لكن لا، هي القصه مش كده، احنا بنتكلم في تسهيلات طول الوقت. بيقول بقى ده ديك الافكار اللي كانت موجوده باستمرار داخل عقليه المواطن اللي موجود في مصر، ومن هنا كان الاقتراب للقوانين كان يرعب، ومن هنا زي ما انا بقول لحضرتك كان البعض يعني بعض التنفيذيين بعض الوزراء او بعض الحكومات كانت بتحبزوا ده، يعني كانت بتفضل الاداره بالقرارات، يعني مهما كان القانون بيقول لكن رئيس المصلحه اصدر قرار، بل حتى اوقات كانت بتبقى الرئيس المباشر اصدر قرار، سواء بقى كان القرار ده مكتوب او شفهي كان المسؤول التنفيذي لكن حاجه متعبه دكتور علاء. لا طبعا، هو بص اضافه لكلام حضراتكم، عايز اقول ان القوانين في هذه الفتره مرتبطه ببعضها. قانون هنا في مواد كتيره جدا ادى لوزير التخطيط ووزير الماليه القرارات في الحالات المناسبه في عمليه الدخول من الجمارك. وزير الماليه حضرتك بتتكلم في قانون الجمارك الجديد اللي تبع الجمارك تبع لوزاره لو انا عملت مماثله، انا طبعا يمكن دايما بربط القوانين ببعضها، يمكن انت لاحظت حضرتك الاستثمار بالجمارك لان هي كلها منظومه واحده. برضو حضرتك في عقود مثلا عقود الصفقات البي او تي، حضرتك ربط برضو موافقه الوزير الماليه وزير التخطيط في هذه الصفقات. اللي انا عايز اقول له حضرتك ان هو العمليه بقت مش مقتصره بموضوع الجمارك فقط، لكن اشتركت معها وزارات اخرى كتير جدا زي وزاره الماليه وزاره التخطيط في هذه المنظومه. من هنا انا عايز احقق ايه، والفلسفه كانت قايمه على ايه. انا في من 2015 ارجع تاني واقول لحضرتك، من 2015 انا كان عندي الاهداف ايه، انا عندي تغيير منهجيه الدوله في هذه المنظومه، عندي عايز احقق بعد الاجتماع في الامم المتحده وان انا اهداف التنميه المستدامه ازاي اعمل ان انا احرك البلد واغير من شكل البلد ككل، ازاي ان انا اوفر المناخ الاقتصادي، ازاي ان انا يعني كلام دكتور علاء دكتور عبد النبي ان ممكن اصدار قانون بيحرك البلد بشكل كبير وبيزود الاستثمار وبيغير الحالة الاقتصادية. حضرتك شايف ان شاء الله بإذن الله قانون الجمارك الجديد هيأثر بالإيجاب بشكل كبير على الاقتصاد المصري؟ بالتأكيد، يعني ده يعني تفاؤل حقيقي. وزي ما انا بقول لحضرتك يعني احنا بهذه مجموعة هذه القوانين دخلنا للعالم المتقدم، يعني الشفافية المهمة جدا، وان كل شيء جديد يبقى متاح امام سواء المستثمر او المتعامل، ده بالتاكيد هيقضي على مشاكل كتيره جدا. القضاء على المشاكل هو في حد ذاته تحفيز، يعني ما انت عندك نوعين من التحفيز اللي بتكلم عليهم، اما التحفيز المباشر من خلال مجموعه من الحوافز او ازاله التعقيدات. في هذا القانون تعقيدات كثيره جدا 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 تم ازالتها، ويمكن من اهمها زي ما قال الدكتور علاء وانا باؤكد عليه انه اعطى فرصه للتظلمات، وده هتبقى بشكل شفاف، اعطى فرصه للاطلاع لكل من يتعامل مع الجمارك بالاطلاع اول باول ومن خلال موقعهم على اي جديد في هذا المجال. ومن هنا يعني سوف يزيل على الاقل، ان لم يزل 100% من اسباب الشكوى، فعلى الاقل هيزيل 90% من الاسباب الشكليه للشكاوى وللمشاكل. في كلمات أخيرة من حضراتكم هسأل حضرتك دكتور علاء، رأي حضرتك إيه في قانون الجمارك الجديد، قانون رقم 207؟ بالتأكيد حاجة طبعا مواكبة للمتغيرات بصفة عامة
وبتخلينا في نقاط التحول إلى الملزومة للتكنولوجيا والعملية الرقمية. إضافة لهذا وهذا أنا عايز أقول لحضرتك بس حاجة، إن إحنا في الفترة الأخيرة مجموعة من القوانين ذوي إعاقة، الاستثمار، تعقيدات الحكومية، الإعلام، قوانين كتيرة جدا صدرت، ده بيدل كله إن إحنا نحو منهجية جديدة، نحو عملية تقدم أخرى، نحو صورة أخرى، نحو تحقيق رؤية 2030. دكتور عبد النبي، يعني بالتأكيد هو خطوة نحو مواكبة التطورات العالمية، سواء كنا بنتكلم تطورات داخلية، بنتكلم على التكنولوجيا أو الاحتياجات أو أسلوب التفكير، وعلى المستوى العالمي إذا كنا بنتحدث الآن لدينا يعني أزمة هي أزمة كورونا، أعتقد أن يعني هذا القانون قد يحول جزء من تحديات كورونا إلى فرص. يعني وأنا هنا يعني بقول الله يرحم طلعت حرب باشا، هو تمكن من أن يحول أزمة أو مشكلة الحرب العالمية إلى استفادة ما زلنا حتى الآن نتغنى بها، ولسنا في مصر فقط على فكرة، يمكن العالم كله بيذكر طلعت حرب، هو رائد الاقتصاد المصري الذي حول مشكلة الحرب إلى استفادة كبيرة جدا للاقتصاد المصري. صحيح، تفضل. أنا بس عايز أقول حاجة، فعالية القوانين دي كلها هتنتج أثرها عندما يكون هناك عملية تدريب للقائمين بالعمل هذه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء العناني، محكم وخبير في دراسات العقود الإدارية، شرفتنا ونورتنا. وبالتأكيد الشكر موصول لحضرتك الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، الخبير الاقتصادي، شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا عن قانون الجمارك الجديد، القانون رقم 207 ل2020، واللي تم التصديق عليه صدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اواخر نهايه العام الماضي 2020. وبالتاكيد كلنا هنشوف اثار هذا القانون واثر هذا القانون على الاقتصاد المصري خلال الشهور والسنوات القادمه، لكن بالتاكيد قانون عالج الكثير والكثير من عيوب قوانين. عايز اقول لحضراتكم انه القانون اللي كان قبل ده هو قانون 66 لسنة 1963، يعني بنتكلم في ما يقرب من 60 سنة. بالتأكيد ان شاء الله بإذن الله هنشوف تأثير ايجابي على الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. استوديو الشارع يفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري.